مدخله بابه. المدخل الاول الغفله. الغفله يعني ايه؟ الغفله هو ان تكون قد علمت شيئا ولكنك غفلت عنه. غفلت عنه ليه؟ لانك لم تجعله دائما في بؤره شعورك. ايه يعني في بؤره شعورك؟ قال لك العقل يستقبل المعلومات مره واحده. اياك ان تظن ان في عقل بيستقبل المعلومات ويفهمها من مره، وفي عقل بيستخدمها من مرتين، وفي عقل من ثلاث مرات، وفي عقل من اربعه، وفي عقل من 20. هو العقل زي الفوتوغرافيا يستقبل المعلومه مره واحده، ولكن المهم ان يكون وقت استقبال المعلومه خاليا من غيرها. ان كان فيه غيره ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فعايز المسألة تلتقطها مرة واحدة، اخلي ذهنك من غيرك. لازم المعنى الاول يتزحزح كده. ولذلك العلماء يقول لك ايه؟ دي بؤرة الشعور ودي حاشية الشعور. يبقى فيه المعلومة جت وانتقل. انت لما تيجي تقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت بصدد بسم الله الرحمن الرحيم. ساعة وتكون بصدد بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى لازم خليت من مين؟ من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني راحت بؤره الشعور، ودي مرت كده زي المنظر ما بنشوفه، دي تمر كده وتمر. ان فضلت في البؤره تيجي المعلومه الجديده تجد البؤره مشغوله، تبقى غفله عنها، ما تعرفهاش. ولذلك قلنا ان اللي عايز يبقى يستقبل المعلومه مره واحده، ساعه ما بيكون بصدد حاجه ينفض ذهنه من الشيء الاخر. انت بتذاكر، وانت بتذاكر كده اوعى تيجي في بالك هتتغدى ايه النهارده، طب هتروح فين بعد ما تخلص، مش عارف ايه، طب هتلبس ايه. ان شغلت ذهنك بحاجه وانت بتذاكر، الحس اللي انت شغلت نفسك فيها بمعلومه جديده تروح، تقوم تضطر ايه تعيد ثاني علشان تصادف كل جزئيه بؤره شعور خاليه. ذلك ضربنا مره مثلا للتلميذ. التلميذ ما ذاكرش، ثم ذهب الى الامتحان فقابله اصدقائه وقالوا له انت ذاكرت؟ يقول والله انا ما ذاكرتش. يقول له طب ده خايف، ده الحته الفلانيه هيجي منها سؤال، السؤال هيجي كذا كذا كذا، لان الناس قالوا لنا باي وسيله يعني. يقوم يخطف كتاب من واحد زميله ويفتح الايه الكتاب، هو طالع على السلم ولا داخل الحوش ولا، ويقعد ويقفل الكتاب ويدخل يلاقي السؤال جه، يعمل ايه؟ يروح نص زي ما عرفه. ده ما فيش، ده ما قروش الا مره واحده. قال لك لان دي مش مره بقى، لانها فرصه، مش هيقعد يفكر هياكل ايه ويشرب ايه ومش عارف هو فيها ولا في ايه، تبقى هي مره واحده. يبقى يمكن يغلب مين؟ يغلب اللي قاعد يذاكر بقاله مده ومش عارف ايه، ويقول لك يا اخي ازاي ده ذاكر؟ ما هي دي بقى طلاقة القدرة، مش في ان الاسباب هي الفعلة. واحد طفحان الدم في المذاكرة وتيجي تغيب عنه، وواحد ما ذاكرش ويدخل كده واحد يقول له ليه روح بس الكتاب روح. الله، ايه المسألة دي؟ تبقى دي طلاقة الايه، علشان ما نؤمنش بان الاسباب هي الفاعلة في كل ايه، هي الفاعلة في كل شيء، بل فوق الاسباب ايه، فوق الاسباب مسبب. فساعة العقل بقى ما يجي خلص العقل من المعلومه غيرها تنتج. ولذلك التلميذ الذكي اللي عايز يذاكر بجد يعمل عمليه اسمها في علم النفس عمليه الاستصحاب. ايه الاستصحاب؟ انت وانت بتذاكر القضيه امسك صفحه وذاكر الباب، استصحب انك انت هتسال نفسك عن اللي قريته في الصفحه دي ايه، وبعد ما تخلص الصفحه اقفل الكتاب. طب انا قريت الصفحه دي، ما هي المعلومات الجديده التي لم اكن اعلمها ثم علمتها؟ ما هي الالفاظ التي طرأت علي في هذه الصفحه وما كنتش اعرفها قبل كده؟ ايه الافكار اللي صححت ليا وكنت عارفها غلط؟ فانت لما تعمل نفسك انك هتسال نفسك الاسئله دي، تقوم ساعه وانت بتطالع تعمل ايه؟ مستصحب انك ستسال.